السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم طريقة ديال المتيبان فاش كديرهم في المجمد، يعني طريقة السخان ديالهم سهلة كما كتشوفوا. انا جبت المتيبان رايح قاصح حنايا، يعني جامد، وهنا الكوكوط عندي ما فيها لا ما لا زيت لا شي حاجة، خاوية. غادي نستفل المتيبان ديالي بهالطريقة هذه، يعني يجيو ثلاثة لتحت وحدة فوق منهم بالطريقة، وغادي نسد عليها وغادي ندير سد عليها مزيان، وغادي ندير الصفارة وغنردها على بوطة مهيلة بزاف كما كتشوفوا. انا درت الصفارة، دابا غادي نشعل على البوطه كما كتشوفوا البوطه مهيله بزاف، وغنقيس الصفاره هي كتسخن، وغادي نقيس الصفاره ملي كتعطي داك الصوت زعما راه جمعات النفس. صافي غتزيد غير واحد شويه، واحد دقيقه ولا جوج دقائق طفيو عليها وحطوها هكا، داك النفس كامل اللي فيها ما تحلوهاش ديك الساعه، خليوها تتبرد على خاطرها صافي. وملي كتحلو عليها النتيجه كما كتشوفوا، ها النتيجه بحال اللي عاد طيبتوهم بحال اللي عاد جداد، ما محروقين ما والو. شوفوا تبارك الله كي كيجيو زعما الطريقه زوينه، احسن كاين اللي كيديرهم في الكسكس كيتفوروا، كاين اللي كيديرهم في الفران، دوك الطريقه كاملين يعني ما صادقينش. فايسه يعني دايراهم وفكرت في هذه الطريقه احسن بزاف. انتوما ما محروقين ما والو اللي لتحت، يعني ما تخليو ما تنساوهمش البنات يعني في البلاصه، يعني ملي تحسوا بالكوكوط سخنات انتوما ما لصقت حتى شي حاجه غير داك الطريف. شوفوا تبارك الله المهم كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه، راها زوينه بزاف. صافي راني كنوجد الكاسكروت باش نديرو كاسكروت، وبسلامة عليكم فيديو اخر ان شاء الله.